اللهم عافنا في قدرتك. أمين. وأدخلنا في رحمتك. أمين. واخض آجالنا في طاعتك. أمين يا رب. واختم لنا بخير عمل يا رب. واجعل ثوابه الجنة يا الله يا كريم. يا حبيبي، من زار حيا في بيته أكرمه، وها نحن جئناك إلى بيت من بيوتك، ألا تكرمنا وأنت الكريم يا رب. ألا ترحمنا وأنت الرحيم يا رب. وعزتك وجلالك لن نبرح بيتك حتى ترينا آية رضاك. أمين يا رب. وآية نصرك يا الله يا رب. لأنه ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا إله غيرك فنرجوه يا رب. إلهي، إن كان دعائي لا يصلك لكثرة ذنوبي الخفية عن عبادك، فعسى أن يكون ممن حضر هذا المجلس أو سمعه يا الله شرقا وغربا قربا وبعدا، فعسى أن يكون أقرب إليك مني، فتقبل منهم يا رب العالمين، وانفعنا ببركتهم يا أرحم الراحمين. أجب دعانا بكرمك مولانا يا الله يا كريم، تقبل منا الدعاء.